السلام عليكم، ان شاء الله محاضرة الفيديو بتكون درس. بالبداية احنا يعني كل انسان معرض انه ينجرح. اوكي، هو شنو البليدنج؟ يعني نزيف. شو كنت تساعدنا نزيف من الواحد ينجرح؟ بس يعني احنا نعرف انه جسمنا يكون مو معرض لانه ينجرح وهيجي. هو مو كل ما انجرح انا صار عندي نزيف، هاي شبقة من دمي كنا نموت. فأكيد أكو يعني في ديفنس ميكانيزم مخصص لهذا الشيء، جسمنا يعني مهيئ لهذا الشيء، يقدر يكون يروح بات عقبه كذا. فالميكانيزم صار عندنا هي الهيموستاسيس. الهيموستاسيس الهيم من بلاد، ستاسيس معناها ركود. فأني لين دا أخسر دم أحاول أسوي ركود لبلاد، أركض، أقول له أركض بمكانك يعني، فحتى أقلل من خسران الدم اللي صار عندي. إذا صار عندي خلل بالهيموستاسيس راح يصير عندي البليدنج ديسوردرز. زين، بس الهيموستاسيس هذه شنو وضعيتها؟ شنو منو على شلون راح يصير ديزيز؟ هو هنا الحكي مالتنا، إنه الهيموستاسيس راح تكون برايمري وراح تكون سكندري. برايمري إن شاء الله اليوم راح نشرحها، وسكندري إن شاء الله زميل آخر عني هو راح يكملها، اللي هي تخص الكوغوليشن ديسوردرز. زين، البرايمري اللي هي تكون أول شيء على الواحد من الجرح، اللي هي شنو؟ الإيميديت ريسبونس، أول شيء صار عندك. هاي برايمري بيها ثلاث أشياء، خليها بانا قبل لا ندخل بديتلز عنها. برايمري من يعني شلون إنه مبينة من كتابته، إنه هي البرايمري ريسبونس بي. اوكي، فلذلك هي البطل مالتنا، يعني بطل الساحه مالتنا بالبرايمري ريسبونس. يعني اول وحده تجيني من يصير عندي جرح منهم البليتليتس. البليتليتس فالبليتليتس تبدي بي والبرايمري بي، فايش حتى ما ننساها انه البرايمري البطل مالتنا بي منهم البليتليتس. زين، هسه هاي اول شيء البطل من عندنا البليتليتس بالبرايمري. هسه واحد شي يقول اني هسه عاد عرفت انه اصلا انا قلت انتي قلت البليدنج ديس اوردرز هو عباره عن خلل بالميكانيزم مال الهيموستاسيس، فاني الهيموستاسيس قسمته برايمري وسكندري، وانت توش قلتي البرايمري ريسبونس منو مسؤول عنه؟ مسؤول عنه البليتليتس. فمنطقيا انه اذا صارت عندي البليتليتس بها خلل نقصان وكذا، مثلا ترمبوسايت ابنيه، فعلى اثرها راح يصير هو البليدنج ديسوردر. زين، هسه توقع الترمبوسايت ابنيه شنو اسبابها وما ادري شنو، بس يعني خلنا ناخذ فكره عامه عن الموضوع. هاي اول شيء حكينا انه البليتليت هي البطله مالتنا بالبرايمري ريسبونس. اول شيء تجي ركض البليتليت، فهو شنو؟ اميديت ريسبونس. اوكي، تجي على السريع تلاحظ الموضوع انه صار عندي جرح بهذا المكان وكذا. اوكي، زين، هاي البليتليتس يعني جتي على السريع وهاي تنقل وهيجي، فعاده ما ترغم للاشياء الديب وهيجي، فتكون بس جاست سوبرفيشال، يعني شلون نقول تمشي لك شغل وهيجي، فدائما تكون بس سوبرفيشالي البليتليتس اللي هي البطل مال برايمري ريسبونس. فالبرايمري ريسبونس بثلاث اشياء. اول شيء الرول ميجر رول مالتنا هي من يتلعب ميجر رول هي البليتليتس، بعد يكون رابد اول شيء، ويكون سوبرفيشال. زين، شنو يعني سوبرفيشال؟ يعني العلامات الكلينيكال فيتشرز اللي تجيني مثلا البيشنت عنده خلل بالبليتليتس راح تكون كلها اشياء سطحيه ميوكوكوتينيوس. مثل ايش؟ مثلا يجي ينزف من خشمه، يعني الخشم عندي ميوكاس. اوكي، وين ماكو ميوكاس؟ من خشمه، من حلقه، من الجي اي تي. اوكي، بعد يجي عنده الاكسسيف بليدنج فروم ماينر كات. يعني شنو؟ عفوا، يعني على اقل جرح لاحظ انه هذا قام ينزف. ماينر كات يعني جف، انه احنا قلنا هو ميوكوكوتينيوس، يعني شنو؟ يعني اشياء سطحيه. فاذا جيت جرحت ايدي، انا جيت جرحت ايدي، فمن المسؤول على انه يجي على السريع؟ من البطل مالتنا البليتليتس؟ انا اذا بطل مالتي ماكو، منو يجي ينقذني؟ فالماينر كات هنا، اذا الواحد ينجرح على قش جرحه بسيطه
مثلا قاعد يقشر زلاطة، هاي الكومة تساعدني، قشر زلاطة وانجرح قبل شي صار عنده اكسسيف بليدنج. اوكي زين، هسه البطلة مالتنا اللي هي منو البليتلت، شلون راح تسوي لي البرايمري ريسبونس؟ طبعا راح تقسم الستيجز، وهاي الستيجز راح نقسمها ستيج 1 وستيج 2. زين الستيج 3 و 4 و 5 هاي تخص الاذر باثوي اللي هي مال كلوتنج فاكتورز، هم راح ناخذ كعام عنها. اول شيء احنا الخلايا طبيعتنا يعني اذا ما بيها انجري وهاي البلاد فازلز عندها بتشي انه بحيث ان ما تخلي البليتلت تجي يمها، هاي قبل بري انجري، قصده انه الهيلثي تيشو اللي ما بي انجري. اوكي هاي تفرز النيتريك اوكسايد وتفرز البروستاسايكلين، هذني المادتين شنو هذي يعني تقول لك يابا يعني هي شغله مو قوترخه مو سايبه، يعني هاي منو النيتريك اوكسايد والبروستاسايكلين، هاي الحراس مال الفاسكولار اندوثيليوم، يعني الفاسكولار اندوثيليوم معرض على انه تطلع من عنده البليتلتس اذا صار عندنا انجري. زين اني الفازل مالتي عطول كله بي انجري، لو يعني مثلا هذا هسه هذه الصوره على اليمين تمام، هذا الفصل كله معرض يصير بي انجري، لا هذا يعني من هنا طبيعيه ما بيها شيء. زين مو عطول كله بس هاي من هنا صار بيها انجري. زين ذاك الهيلثي تيشو هم معرض تجي بي البليتلتس، مع انه انا ما محتاجه البليتلتس، هاي راح اسوي له خضره يعني خضره مضره يعني مو نافعه، يعني انا ما عندي انجري، فهي تفرز نيتريك اوكسيد وبروستاسايكلين على مود يعني شلون الحارس انه توقف عند حدها تقول يا بابا لا والله ذاك الجهه من الفصل بها انجري وفاتحه بابها وعادي تخليش تجين وتقعدين بالباب وما ادري شنو البليتلتس تسوين اجريجيشن، اني لا والله يعني ما فاتحه بابي يعني ولا صاير بها انجري، اني هيلثي تيشو، فعدها النيتريك اوكسيد والبروستاسايكلين اللي ما تخلي البليتلت اكتيفيشن تجي منها، هذا الهيلث تيشو. زين بالنسبه لستيج 2 اللي هو راح يكون خلال مرحلتين، شنو يعني مرحلتين؟ فازوسبازم والبليتلت بلاك فورميشن. اوكي هاي كلها ضمن البرايمري هيموستاسيس. اول شيء عندنا الفازوسبازم، شنو يعني الفازل اسوي له كونستراكشن، احنا نعرف اصلا اول شيء وسيلة دفاعية على مود اسيطر على الجرح اللي يصير عندي، انه اقلل المساحة اللي تضم البلاد عندي، الملم الوضعية تمام، شلون الملم؟ اجيب اقرب الفازل وول يعني واحد من الاخ، يعني اصغر المساحة مال الدم، يعني بدل ما اني احتاج مثلا دم هواية اوكي، فهنا انا لا اقلل على مود شنو اقلل البليدنج اللي يصير عندي، اقلل النزيف اللي يصير عندي. زين هنا انا شلون راح يصير عندي الفازوسبازم؟ عن طريق ثلاث اشياء. شنو هو الفازوسبازم كونستراكشن؟ الفازل من يصير بيه كونستراكشن، شلون يصير بيه كونستراكشن؟ يصير عن طريق السموث مصل اللي موجوده بالوم مالته. زين هاي احنا نعرف كل مصل يصير بيه كونتراكشن، شو وقت احنا هاي ماخذيها كومون حتى بالاسكيميا بالكارديو خدناها، انه الفازل وول من يصير بيها انجري راح يصير بيها كونستراكشن. زين كل ما يكون الدم قليل كل ما احاول اسوي كونستراكشن. زين هذا الكونستراكشن انه السموث ماسل اللي موجوده بالفازل وول كونتراكشن مالته شلون يجيني؟ عن طريق ثلاث اشياء، عن طريق السنسوري سيجنالز، انه الدز سيجنالز انه متحسس انه ها بعدها انجري فتبدي تسوي كونستراكشن، يا اما عن طريق النيورو سيجنالز او عن طريق مايوكارديوجينيك سبازم، يعني نفس المصل تسوي لي سبازم. زين طبعا هاي الصور من ارماندو بس شو نسوي ما موجودة يعني ما واضحة هنا وكل شيء يحتاج لتوضيح. زين
بعد شنو؟ ها قلنا هسه راح يصير اول شيء عندنا فازو سبازم اللي هو الفازو وول كونستراكشن، راح اقلل الم من الوضعيه مالتي. زين الخطوه الثانيه هاي البليتلت ايش راح اسوي؟ راح تجي البليتلت بلاك فورميشن. هسه هذا البليتلت بلاك فورميشن راح يمر بثلاث خطوات، تمام؟ اول شيء اول خطوه هي الادهيشن. اوكي ادي شنو هي الادهيشن؟ الادهيشن يعني راح تطلع طبعا البليتلت احنا قلنا هي موجوده بالفيزل وول. اوكي عاد راح تطلع هنا، وين راح تروح؟ راح تروح على مكان الجرح هنا. هنا هاي الصوره راح يصير عندنا البليتلت ادهيشنز. زين الخطوه الثانيه اللي هي ريليز رياكشن. زين قبلها البليتلت ادهيشن يعني انه البليتلت من تطلع من الوول مالتها وتروح على المكان هنا، من يقودها؟ من يدليها؟ يقولها من يقول لها تعالي هنا؟ هذا الفون ويبراند فون ويلبراند فاكتور، اي فون ويلبراند هو في دبليو اف اختصاره فون ويلبراند فاكتورز. هذا ياخذها للبليتلت ويوديها وين؟ المكان الجرح. حتى عندنا ديزيز خاص بي انه اذا ما عندنا فالبليتلت ما راح تروح يعني، ولا راح يصير بيها ادهيشن. زين راحت البليتلت، قعدت بمكانها وخلاص، لا شو راح اسوي؟ راح اسوي رياكشن. اوكي زين بعد خطوه ثالثه راح تسوي هذا الرياكشن مالتها، انه راح ايش راح يسوي لي؟ راح يسوي لي البليتلت اجريجيشن. شنو الرياكشن مالتها؟ احنا مو قلنا البليتلت ريليز رياكشن راح تصيح جماعتها تقول لهم يابا انا جهزتكم الوضعيه والبيت صار جاهز وكل شيء مرتب ونظيف، هسه شنو؟ حتصيح لجماعتها انه من هم راح تجيب لي الثرومبوكسين اي 2 والسيروتونين. ذني وين يجون؟ يجون يقولون هنا أنا. هذا رياكشن مالته سوته البليتلت، جابت البروتون بوكسين، جابت السيروتونين. الخطوة الثالثة صار عندنا اجريجيشن، جمعت النار وقعدت مكان الجرح. الفورميشن بلاك فورميشن هاي آخر شيء، كونت لي بلاك يعني سدة شيء، ما هي بلاك فورميشن فتشي سدني يعني سدت لي مكان الجرح. اوكي هسه الهيموستاسيس مثل ما قلنا، وحكينا على الاميديت اللي هي البرايمري. اوكي وقلنا بطلة مهارتنا هي البليتلت، وقلنا البليتلت راح تكون تسوي الميكانيزم مالتها مال التخثر او هيك يعني، هو ريسبونس الانجري عن طريق شغلتين فازوسبازم هاي اول شيء، والشغله الثانيه بليتلت بلاك فورميشن اللي تمر باربع ادوار اللي هي الادهيشن والرياكشن والاجريجيشن والفورميشن. زين صارت عندي البلاك فورميشن، هاي تكفيني للسوبرفيشال ليوكوكوتينس انجري. زين اني اذا عندي بعد هاي اللي هنا انا كافي يعني؟ لا لازم احتاج شنو؟ احتاج الفتشي يسوي ستيبل للبليت للبلاك مالتي. اوكي هاي كلوت راح تظل هيك يعني، ممكن تتفتت وتروح، بس اذا يجي عليها مش فايبرين اللي هي هاي الستيتس اللي وراها من الستيج الثالثه والتنازل اللي هي فايبرين كلوت فورميشن، تمام؟ فهنا ايش راح يصير عندنا؟ حتجي مش وتسوي لي ستيبل، تقعد الكلوت بمكانها كأنه ما تثبتها، تمام؟ يعني حصل بعد شبك عليه كأنه ما تحبسها، خلينا نقول إيه، بحيث تخليها مكان الجرح. فهنا راح يبدي الفايل. فهسه آخر شيء وصلنا إنه يعني صارت عندي البلاك فورميشن، وأنا هارد أسوي المش ماي فايبرين. هسه هاي المش شلون تصير عندي؟ عن طريق الاثنين باثويز، الاثنين اللي هي intrinsic والextrinsic. intrinsic لأن يصير عندنا المواد اللي تطلع عندي على مود أسوي لي الفايبرين
لين تطلع within the vessel wall، من نفس ال vessel wall اللي صار بيه injury، من الاندوثيليوم ماته، والإكسترنسك تطلع من الفاكتر يعني من التشو سوري، فشي خارج الفصل، هاي أول شيء عرفنا عنها. ثاني شيء منو البخار أو مو بخار يعني، من الأسرع منو more efficient، هذا سريع، فيعني دائما كل شيء بعجلة ما يصير مضبوط، بس هذا صح ربط بس يمشي لي شغل يعني، وهذا لا على كيفه ويكون more efficient، ويعني ها main more efficient يعني هاي الروس كلها بتالية مو efficient، وهذا يلا عنده واحد بس إيه. بعد شنو هاي ثاني شغلة عرفناها عنها. بعد ثالث شغلة إنه الإكسترنسك أو الإنترنسك هما ذني اثنين هما اللي يسووني الفايبرين والمش فورميشن. هنا أنا إحنا ريد إذا ريد نسوي evaluation لل bleeding disorders بشكل عام يعني نشوف البليتلت كاونت والمالتها أوكي، نشوف البليتلت إذا عندي خلل بالبرايمري ميكان بالبرايمري ريسبونس، زين ذولي ضمن السكندري ريسبونس، هذا الباثواي كله ضمن السكندري ريسبونس اللي هو مال المش، ذولي حتى أسوي لهم إيفالويشن أختار عندي شغلتين اللي هي بي تي والبي بي تي. بي بي تي إيه ال بي تي ال شلون حتى ما ننساها يعني إنه هذا بس واحد واحد هيش قاعد فقير سابع أوكي، فيعني في يعني هو أصلاً قلنا يكون شورت يعني 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 فترة قليلة أو شيء يعني ما يطول خلينا نقول يعني فترة قصيرة، فإنه يكون بي تي يعني البي تي أحرفها أقل من البي بي تي هاي ثلاثة أحرف، فهذا اللي إن ديلايد يعني في بي بي تي يعني ثلاثة أحرف وش هيب وكذا هذا بي تي يعني جس حرفين في يعني على السريع حتى ما ننساها، إنه حتى نسوي إذا تسوي إيفالويشن بيشنت عنده خلل بالإكسترنسك باثواي راح ندز على بي تي وال أو عنده خلل بالبي تي يعني more specifically، وهذا عنده خلل أبو ال intrinsic pathway راح يكون عنده بال PPT evaluation ماته. زين هسه هسه عندنا ال clotting factors اللي تضمن لي بال extrinsic وبال intrinsic، اللي بال extrinsic هي السابع اللي هو عامل التخثر يسحبونه بالعربي رقم 7 وهنا أنا ذولي اللي من انترنسك اللي مدن انترنسك هم يبدون هو البطل مالتهم هو العاشر أوكي، إحنا هنا البطل مالتنا بالسكندري ريسبونس هو من هو العاشر، زين العاشر قبل منه 8-9 وبعد منه 11-12 زيني برياضه مو ف ان هذا العوامل سوري الكلوتينج فاكتورز اي عوامل اللي انكلودد ويذين ذا انترنسك باثواي هم 12 و11 اوكي، وهنا الثامن وهنا التاسع، طبعا يعني تعرفون انه هو الاكس اذا قبله واحد فهو هذا يعني اللاتينيه انه هاي 9 واذا وراه يعني فهذا 10 واذا وحده فهو 10، زين هاي عرفناها مو الانترنسك العوام الكلوت فاكتورز اللي مسؤول عنه والاكسترنسك الكلوت فاكتورز اللي هو بس السابع، زين دولي الفي هذا السابع وهذا اللي يكونوا ما بهم اي حرف اي هذا السمول اوكي، دولي صح يكونون انكتف يعني فلازم يتحولون الاكتف فورم، فما يخلون اي يعني مود يقول لك يا ابو هذا عام سوري هذا الكلوت فاكتورز اللي يكون اكتف يعني كذا تمام. فاني هنا أنا يعني هاي صارت باثوي هذا كله تمام وهذا همينه اجوا التقوا انه هو على العاشر، زين هذا العاشر هم كان اكس صار اكس اي يعني صار اكتف فورم، زين هذا الباثوي قلنا نسميه اكسترنسك باثوي وهذا انترنسك باثوي، هذا يصحوا له كمان باثوي، هذا افتهمنا الاكسترنسك والانترنسك هم افتهمنا، هسه كمان باثوي اللي هو منو يدخل ضمنه اللي هو العاشر والثاني سوري العاشر والخامس والثاني والاول، ذولي ما بيهم نمويك صراحه بس هو انتوا حفظوا ذني
اوكي يحفظ ظني، هو يبقى عداهن هم هنا موجودين، واحد والثاني والخامس والعاشر اللي هو البطل مالتنا بالوسط. زين هنا انا اني هاي العمليه كلها تصير، هذه تصير وهاي تصير، انا مو يوصلوني شيء. هنا انا يريدون يحولون البروثرومبين المن بروثرومبين يحولوه لثرومبين، لان هذا ان اكتف فورم البروثرومبين، ويحولون الفايبرينوجين ما كاتب هنا فايبرينوجين يحولوه الى فايبرين اللي هو الاكتف فورم مال فايبرينوجين. ليش لاني اصلا قلت اخر شيء يعني عام اخذيه بالخامس اعدادي لحد الان ذكر حتى صفحته بالاحياء، تافق موضوع مزعج معقد يعني، كان حتى العام التخثر ما ادري شلون نحفظ اسماء ارقام النواي، كان يسموها الشبكه اللي فيه اي هاي البروثرومبين كان اسمه بداية التخثر هيك شيء. فاي مهم هو يعني حتى نحول البروثرومبين الى ثرومبين، وحتى نحول الفايبرينوجين الى فايبرين، انا اصلا بالاخير اريد فايبرين اسوي شبكه ماتي شبكه الليفيه اوكي مش او فايبرين. زين حتى احول ذني اوكي، فعندي بروثرومبين كومبلكس. شنو هذا الكومبلكس؟ منين يتكون؟ يتكون من رقمين، يتكون من كلمتين اربع شغلات، هذا الكومبلكس يتكون من رقمين، الرقمين اللي هم الخامس والعاشر، رقمين ايه سوري الرقمين هم العاشر والخامس، والكلمتين هم الكالسيوم اوكي هنا عندنا الكالسيوم وعندنا الادينوسين داي فوسفيت اي دي بي، فذني هم الاربعه يشتركون على مود شو يسوون، يسووا لي هذا الكومبلكس اللي هو مسؤول عن تحويل البروثرومبين الى ثرومبين والفايبرينوجين الى فايبرين، وتصير العمليه عندي. توقع عاد هنا الديزيزز اللي راح تاخذها ان شاء الله بعدين تصير يعني بذني الباثويز اوكي. ف عندنا يعني مثلا هنا كلودين فاكتورز اللي هو رقم 8 ال 8 يسوي ويا اذا كان ما عندنا كان عندنا انهبيتر له ويا الهيموفيليا اي اوكي، وعامل التخثر كلوتنج فاكتور مش فيه بالعربي اليوم كلوتنج فاكتور اللي هو التاسع اوكي ويا الناين ويا الهيموفيليا بي، فكل واحد من عندهم راح يسوي لنا ديزيز معين. المهم ناخذها بالتفاصيل، عندنا الهيموفيليا اي مثل ما قلنا اللي هي ويا الايت تيجي حتى يعطوها نيمونيك انه هو هيموفيليا اي 8 يعني هيك الرفض ما تقريب، والتاسع مثلا هم ويا مثل ما قلنا الناين ويا الهيموفيليا بي وهكذا، فكل واحد من عندهم همين يسوي لي ديزيز. احنا هذا مو شغلنا. زين بليدنج ديس اوردرز مثل ما قلت لكم على مود اسوي لهم ايفالويشن، فايش نحتاج؟ اول شيء البليتليت كاونت اللي هو نورمالي هذا 150 إلى 400، ما تقول 140 بس هو بهذا الرينج يعني 150 إلى 400 بعشرة أس تسعة لكل لتر أس تسعة. زين ونسوي البليدنج تايم اللي هو عادة يكون هنا برولونج بليدنج تايم أوكي، اللي هو المفروض إحنا نورمالي إيش قد يطول مالتنا البليدنج، يعني المفروض يكون أقل من 8 دقائق، يعني إذا أطولت أكثر من 8 دقائق يعني فهذا ما أنا عندي خلل بال هيموستاسيس. مو نعطيني أمثلة عليها يعني إيش وقت يكون برونوكت واللي هي أصلاً كلها راح نحكيها هسه، ثرومبوسات أبنية، أبنورمال بليتليت فانكشنز، الفون وربراند ديزيز اللي هو هذا حكينا عنه، الفاسكولار وكونكتيف تيشو ديزيزز أوكي، هاي الاختصارات أجيبها والله. بروثرومبين تايم اللي هو البي تي هسه يسوي الهم الإكسترنسك باثواي مثل ما قلنا، هذا المخبوص المستعجل اللي هو يكون بي تي واللي هو منو مسؤول عنه قلنا السابع. واو حتى هنا انا قال هو ميلي السابع، يعني هو صح ذني هم يشتاكن ثاني ما ادري شنو، بس هو ميلي حتى الدكتور سمعت التسجيل مال العام هم قايل ميلي هو السابع اوكي. البليدنج تايم قلنا لازم انا من انجرح لازم ما اطول اكثر من 8. زين البي تي بروثرومبين تايم جد 9 إلى 12 سكند، 9 إلى 12 سكند. زين بعد
ان البارشال ثرومبوبلاستيتام اللي هو البي تي تي هذا الترسك مثل ما قلنا زين، والتايم مالته 26 الى 36 اوكي. هذا يعني مينلي هذا هم يعني ذاك الكوما هو هاي اللي ذكرناه هنا بهذا الباثوي يعني هذا كله الانترنسك واي يعني اشتركون بيها، بس مينلي هم يعني قايل انه هم بالدرجة الاساس هو الكلودين فاكتورز من هو هو هم ذا يحكي عنه من هو الثامن التاسع العاشر الهدعاش الاثناش اوكي. Severe fibrinogen deficiency شو وقت يكون prolonged BTT يعني يطول عندي انه هو من عندي deficiency بالهيبارين fibrinogen deficiency هيبارين و inhibitors يعني دول ممكن clotting factors ذني normal يعني they produced by the liver they ينتجون تقولها produced by the liver فبس انا ممكن لهم inhibitors يعني مو إلا هم أصلاً عددهم قليل أو مدى قدوا وظيفتهم. فالمهم إذا إحنا سوي سكرينينج أو حتى يجينا بيشنت إنه عنده بليدنج ديسوردرز ندزع على أربع شغلات بليدنج كاونت بليدنج تايم اللي هو المفروض يكون أقل من 8 والبروث ثرومبوبلاستين اللي هو بي تي 9 على 12 والبي تي تي بارشل ثرومبوبلاستين تايم اللي هو 26 إلى 36 تمام زين. بعد عندنا prolonged BTT PTT common pathway احنا قلنا interesting extrinsic وبعد عندنا common pathway هذا اللي قلنا مسؤول عنه الخامس والثاني والاول والعاشر زين باو العاشر والخامس والثاني والاول one factor deficiency اما كلهم اما واحد يعني بس هو فكرة انه انت اخذها من البداية extrinsic intrinsic آخر شيء تجيني مثلاً الكامو باثوي يعني مشيها بالسرعة فأنا أخذنا أول شيء بليتد كاموت بعدين بليدنج بعدين بي تي اللي هو الاكسترنسك بعدين بي تي تي اللي هو انترنسك بعدين الكامو باثوي اللي وراهم اللي هو من هو البي تي والبي تي تي زين. هسا هاي يا بي تكونت عندي فايبرين احنا قلنا آخر شيء وين وصلنا تحول الفايبرينوجين إلى فايبرين هسا هذا الفايبرينوجين أصلاً كونسنتريشن مالته قليل مثلاً شو وقت يكون عندي هايبوفايبرينوجيميا هسه خلصت من ديشي مثلا سويت لها سكرينينج كل هذيك صعدت فوق ثاني مخطط الدماغي الباث واي بديت بي من بليت تكونت حد ما وصلت وين الكمان باث واي ورا الكمان باث واي شو جاني كنت اريد احول الفايبرينوجين الى فايبرين اصلا فايبرينوجين انا عندي قليل مثلا زين النورمال ايش قد 1.5 الى 4 غرام بير لتر زين. شو وقت يكون عندي الفايبرينوجين قليل انا عندي مشاكل بالليفر اعرف يعني ديس من دي اي سي ديسمنتد انترافاسكولار كوغولوباثي اوكي زين الميكسينج زين هذه وصلت لها زين هسه يعني خلصت هاي اخر شيء كملنا مثلا حول الفايبرينوجين وهذا طلع مثلا ما عنده شيء وهذه بعد شد الزه على البلازما نورمال بلازما اوكي هنا انا ايش اريد يعني ايش القى القى الكوغوليشن فاكتور اذا بها ديفيشنسي واذا عندهم انهيبيترز اوكي اذا عندي اقول لك يابا مو انت اخذت مثلا البرولونج تايم يعني وقلت انه بما انه برولونج تايم فانا عندي خلل بالانهيبيترز يعني يعني هو اكيد عندي فد شيء يعيق عمل الكلودنج فاكتورز لا يقول لك ان انا برولونج تايم سيسمه يعني ما له علاقه سوري البرولونج تايم انه هو ما يمشي ويا يعني مو ضروري يمشي ويا الانهيبيترز فاني مثلا طلع عندي البي تي والبي تي تي برولونج تايم بس هذا ما ياكد لي انه هو عنده مثلا انا اريد اعرف عنده ديفيشنسي او عنده انهيبيترز فراح ادز على ميكسينج تيست وذ نورمال بلازما على مود اميز انه انا عندي ديفيشنسي لو عندي انهيبيترز واحد يتحرش بي وده يخلي وظيفته مو تمام بعد شنو شاد الزعل بليت فانكشن تيست تمام احنا موضوعنا لليوم هي هاي كلها البليدنج ديس اوردرز نعيدها بشكل مختصر بليت كاونت وقلنا اللي هي ايش قد تكون 150 الى 400
وبعد شنو عندنا البليتلت كاونت والبليتلت فانكشن تيست، او نخليها اخر ثانيه مو كامل يعني نستخدمها، بس خلينا نخلص من عدم من البدايه نقول يعني البليتلت يا اما يكون بها خلل بالعدد يا اما يكون عندها بها خلل بالوظيفه هي شيء، اما ادز على البليتلت كاونت يا اما ادز على البليتلت فانكشنز. هاي خلصنا الاثنين، بقت عندي سته، ذني السته راح اجيهم من البدايه انترنسك باث واي، ادز على الكلوت فاكتورز اللي قلناها واللي قلنا مالتهم الثمانية تسعة، قلنا ثمانية تسعة 11 12 هذا الانترنسك، وقلنا هو البي تي تي اوكي، واللي هو قلنا قد ما 26 الى 36، وبعد وراها البي تي اللي هو مال الاكسترنسك باث واي اللي هو يكون بال كوغري مالتهم الكروتين فاكتورز من هو اللي هو السابع، واللي هو قلنا النورمال مالته قد يكون من التسعة لل 12. هاي خلصنا من أربعة، كميت اكسترنسك انترنسك، بعد من عندي عندي كمان باث واي، ورا كمان باث واي من عندي فايبرينوجين، زين ورا الفايبرينوجين باش عندي عندي ال أرد أعرف إنه أني عرفت والله أبي عندي نقص، وهذا أرد أميز إنه هذا deficiency or inhibitor، أدز على mixing لين normal plasma. زين هسه bleeding disorders شو كنت أقول هذا patients أشك بي إنه عنده bleeding disorders، إذا كان عنده multiple sites أكثر من مكان ينجرح، وإذا كان يعني هيك هو قاعد يعني ما مو اللي هو قاعد يزهو وقف بس قصدنا انه يعني ما متعرض لشيء جرحه، وبالتالي يعني صار بيه نزيف، فهذا اكيد عنده بليدنج ديس اوردر، ماكو هيك شيء بالمنطق. برولونجد اذا كان اوكي ينزف يكون نزف، بس شنو نزيف ما مو طبيعي يعني، هذا يعني ما لي يصير زين يقول لك يعني الدكتور يعني هذا مولتيبل سايتس عنده وعنده سبونتانيوس وعنده برولونجد يعني يطول الجرح مالته يطول يلا ينقطع الدم مالته. زين فهسه عاد حنجي نفصلها فاسكولار انها بني ديزيزز اللي يصير عندنا الفاسكولار بيربرا اللي هي يا اما تكون هيرديتري يا اما تكون اكوايرد. شو وقت تصير عندنا بيربرا من فاسكولار بيربرا؟ اذا عندي هيرديتري، اذا عندي ديفكت بالكولاجين، واذا اكوايرد فهي اميون او انفلاماتوري. البليتلت فانكشنز سوري البليتلت ديفكتس قلنا يا اما كوانتيتي يا اما كواليتي، والله حلو الكي هذا زين، يا اما خلل بالكميه يا اما خلل بالنوعيه فانكشن اور كاونت نفس الشيء. كوغليشن ديفكتس شلون راح اساعدي؟ يا اما سينثيسيس مال الكلوتنج فاكتورز اصلا يعني مشاكل بالليفر، او انه اب نورمال فانكشنز مالتها ما مضبوطه، او انه يصير بها يعني اني دا انتج كروت فاكتورز وكل شيء طبيعي بس عندي ديسيمينيتد انترافاسكولار دي اي سي. هو هذا دي اي سي معناه اوفر اكتيفيشن، فيسوي كونسامشن للعمل للكلوتنج اوكي، فهذا اوفر اكتيفيشن يسوي لي دي اي سي. واما يابا والله اكون هي بتعرف يعني انا كل شيء مضبوط وعدد من هاي، سواء حد يتحارش بها ودي تخلي وظيفتها مضبوطه. فايبرينولايتيك ديفكتس يعني ممكن يصير عندي لايسس للفايبرين اللي هو اكسسيف فايبرينولايسيس، يعني يستخدمون انتي كوغولانت هوايه هسه راح ناخذها من ضمنها الوفرنج توكسيسيتي، وبالتالي راح يصير عنده فايبرينولايسيس. يعني زين هسه الكلينيكال اسسمنت اللي يجي البيشنت عنده بليدنج ديسوردرز شنو اركز وشنو اعرف؟ احنا عرفنا انه بالبداية كنا نحكي انه هو اذا كان اول شيء كلينيكال فيشر سيتيجيكلي، اما تكون ميوكوكوتين يصل سوبر فيشر واللي هي تكون خلل موضوعنا اليوم يعني، اما تكون ريترو بريتانيا يعني تكون ديب اللي هو تكون سوالف الهيماتوما مدري شنو اللي هي سوالف هاي خلل مالته وين بالكلودنج فاكتورز يعني ذيك الراقية وهيك اوكي. زين المهم فعندنا الاسسمنت يكون على حسب السايت اوف بليدنجز زين، على حسب مثلا اذا كان بالجوينتس اوكي، اذا كان بالريتروبريتونيال معناها شنو؟ كوغليشن مو خلل بالبليتلت. احنا قلنا البليتلت يعني ما توصل هيك يعني خطيه دوبها تلحق توصل للسوبرفيشال وهاي، يعني بس تاثر لي هيك يعني مش لي شغل يعني شيء بسيط سوبرفيشال يشتغل ميكوكوتينوس فسوي لي بيربرا بيستاكسس جي اي تي مينارج انديكيت لو بليتلت شوف لو بليتلت او بليتلت فانكشن هو مهم عندي خلل بالبليتلت.
اوكي او وول هاي المفروض في في فون وول وين ران ديزيز او هذا يعني ريكرنت ان سنجل سايتس لوكال ابنورمال يعني هو نفس المكان. فاني حددت اول شيء موقع مالته وحددت انه هو مثلا يقول لك انا كل مره انجرح بنفس المكان اوكي هذا معناها مو كل يعني مو الخلل ما يصير عندي سيستميكلي يصير عندي لوكالي نفس المكان كل مره انجرح به. زين الديوريشن تبين لي على انه اكوايرد اور كونجنيتال بريسست بري سبيتيتنج تبين انه هو سبونت اور سبونتانيوس يعني اور تروماتيك. زين يعني هو كان تعرض لتروما وصار عنده لو هو هيك فجأة يعني بري سبيتيتنج فاكتورز يعني شاد زي ذا يعني مسوي عملية جزء وراها يعني صارت عنده مثلا مسوي تونسيلكتومي سيركون شين هذا اعتقد شو اسمه الختان اي الاميديات اللي هو قلنا يكون بري هيموستاسيس والديليت اللي هو قلنا مشاكل بالكوغليشن ديفيشنسي اوكي زين هاي قلنا اول شيء ساد اوف بريدنج بعدين اللي قسمناها اثنين امريكا انت اما هو وندسك ديوريشن بريستميتنج سيرجري فاميلي هيستوري حتى نستثني الهيريديتري ديزيز اللي تسبب لي بليدنج يا ما دراكس ها كل شيء مهمه طبعا الدراكس قلنا عليها تسوي لي فابريدولايسس. هسه اكو فرق بين البليتلت وبين الكوغوليشن اي طبعا اكو فرق مثلا البليتلت تكون مور ان فيميل والكوغوليشن يكون مور ان ميل. خلينا نقول هي مريه ناسكيل هي سيفه بتروح ديب فتبقى صبر في صبر في شيء 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 رقيقة وهاي ميكوكوتينيوس فلذلك يكون مور الميل سوري فيميل يمكن وراها حقيقة علمية وانا ما اعرفها بس هي حتى قرب الفكرة وما ننساها ان شاء الله. اي الايج يكون من البليتلت هذا كاتب 20 الى 40 والتشايلد هود وهذا حتى الدكتور قال هذا ما يستثني انه هذا ممكن يصيرون بيهم يعني كوغليشن ممكن اعمارهم بالميدل ايج يعني اللي هم كاتب 40 وش ممكن يصير بيهم. الأونست بالبليتلت قلنا اميديت هنا ديليت هاي يعني شو يعني حفظناها هنا هي تايب ميوكوكوتينيوس قلنا هنا ديب اللوكال اوكي هنا يكون افكتيف هنا نوت اوكي يعني اذا اعطي شيء لوكالي هنا راح يكون يفيدني يعني هو اشياء يعني قلنا خفيفه هيك شيء اذا مشكله بالبليتلت هنا لا والله يعني لازم تروح تشوف وين دا يصير النقص بالكوغوليشن وتصلح الليفر منه وتصلح لي الانهبيتر وتعوضه وتنطي علاج فما يفيد ويا يعني اشياء ظاهريه خلينا نقول كذا. زين هنا الاي اكزامبل يعني اعطينا عليه الاميون ثرومبوسايتوبنيا بيربرا وهنا الهيموفيليا يعني راح ناخذها بالمحاضره مال الكوغوليشن وهاي ان شاء الله هسه راح اشرحها لكم. زين هسه البليتلت يعني حاكي عنها هذا الحكي اللي اخذناه في صف خامس هم اخذناه ويا الشبكه اللي فيه وهاي السوالف. زين قال اللي هو تتصنع بالبون مارو كنا نعرفها هي نفسها هي الميجاكاريوسايت. زين من يصنعها ترومبوبويتين بالليفر اوكي اللي هو stimulate formation and maturation of platelet. طبعا هاي ذكر حتى جايبينها بالاول لو بالثاني ذكر جابونها بالفاينل انه وقت جابون انه هي responsible for production of megakaryocyte مالي platelet بس هي لا يعني thrombobiotin ما مسؤول عن انه ينتجه لا هو just انه يحفز شلون الارثروبويتين اوكي مجرد انه stimulate والفورميشن ويسوي ماتوريشن للبليتلت يعني يعني مو هو يطلع انما بس يدي السيجنال يابا انه هو سووا لي بليتلت بس هو ما يسويها. زين بعد شنو ال سيركول بعدين راح تفتر ورا ما طلعت يعني سوى السيميوليشن طلعت من البون مورا ميكاكاريوسايت طلعت البليتلت راح تفترت بالدم ايش قد تبقى 8 الى 10 ايام قبل ما ديسترويد بالريتيكولاندوثيل سيستم. زين وبعد 30% تروح بالسبلين بعد شنو داي ديس كويت يعني تكون ديسك هيجي مثل الصفيحة هيجي وقطرها 2 إلى 4
invaginated surface membrane to form canal clear. احنا نعرف انه تسوي لي الكنال مالتها زين. وبعد البليتلت ديس اوردر سعد بدا حكي مثالي. البليتلت ديس اوردر مثل ما قلت في البدايه اظن نعيد ونحكي برايمري ميكانيزم. اذا البليتلت يا اما خلل بالكاونت مالتها يا اما بال اللي هي الكوانتيتي يا اما خلل بالكواليتي اللي هي فانكشن مالتها. هسه البليتلت ديس اوردر راح اقسمها ثرومبوسايتوبنيا ثرومبوسايتوسس فانكشنال. قلنا نورمال 150 الى 400 اذا يقل عن حده فهو ثرومبوسايتوبنيا واذا يزيد فهو يزيد عن 400 فهو ثرومبوسايتوسس ويا اما خلل اصلا بالفانكشن مالتها. زين هسه الثرومبوسايتوبنيا شو يسوي لي سبونتانيوس بليدنج يجيني بيشن اذا البليتلت كاونت مالته اقل من 20. زين اذا البليتلت مان هاي جص يعني انه يصير عنده سبونتانيوس بليدنج اذا البليتلت مالته اقل من 20. زين اذا البليتلت مالته اقل من 10 هذا كلش ريسك للانتراكرينيال بليدنج. يعني المفروض ما اخلي بيشن اقل من 10 البليتلت مالته يعني ما اخليه هيك يعني لازم اتدخل تمام. فاذا تكون اقل من 10 كلش خطر. زين ممكن انتراكرينيال هيمورج قلنا شو وقت اسوي بليتلت ترانسفيوجن مثل ما رحنا لمصرف الدم ويعزلون انه البليتلت واحد عن البلا الار بي سي وما ادري شنو. فشو كنت اسوي بليتلت ترانسفيوجن بحاله البون مارو فيلر هو يعني هو يعني خليها ببالنا انه احنا نبدي ننقل بليتلت اذا كانت اقل من 10. زين شو كنت اصير اقل من 10 اذا صار عندي سيريوس هيموريج واذا كان عندي بون مارو فيلر. هسه الكوزز مال ثرومبوسايتوبنيا يا اما تكون ريدوس بروجكشن يعني واصلا البون مارو ما قاعد يطلعها او لا البون مارو يقول لك والله اذا طلع يعني ماكو مشكله ايش تورطنا بذباب راسي. اكو ناس هي تسوي كونسومشن هاي اذا طلع بس هناك هم دي يسوونها كونسومشن دي يستخدموها زايد. زين شو كنت يقلل البرودكشن مالتها من البون مارو اذا عندنا بون مارو ديزيزز ابلاستيك انيميا لوكيميا سايتوتكسكس يعني يعني اكو اشياء مواد سامه هي اللي تقلل من اسمه البليتلت برودكشن. زين اللي او عندي مثلا فيتامين بي 12 فولك ديفيشنسي اوكي. زين هسه اللي زيت لي الكونسامشن اي تي بي دي اي سي تي تي بي. الدي اي سي قلنا ديسيمينيتد انتراباسكولار جلوباثي اللي هو اوفر اكتيفيشن قلنا للكلوتنج بروسيس. فكل ما يسوي اوفر اكتيفيشن يعني معناها دا احتاج اكثر بليتلت يعني فراح يكون عددها قليل ما يكفيني فهو دا يسوي استهلاك زايد. زين بقى عندي الاي تي بي والتي تي تي بي ذني يعني راح نشرح بعد بديتيلز بس يعني حتى نظهر بنفسكم خلينا ناخذ اوفر ريفيو عنها. شو نسوي كونسامشن للبليتلت الاي تي بي اللي هي اميون ثرومبوسايتوبنيا بيربرا هي فد يعني عندنا انتي بودي من اسمها اميون. فعندي انتي بودي اللي هو اي جي جي هذا يروح يسوي اتاك يهاجم الريسبتر. شو اسمه هذا الريسبتر اسمه جي بي 2 بي 3 اي اوكي. زين واذا ما سوى اتاك يعني خلي يروح لا هذا الريسبتر شي يفيدني انه يسوي اجريجيشن للبليتلت بدون ما يصير عندنا اجريجيشن للبليتلت يعني ما راح تصير العمليه اللي حكينا عنها بالبدايه اللي هي برايمري وكذا. فاكيد راح نعاني من مشاكل من بليدنج ديسوردرز ليش لان عندنا البليتلت ما صار بيها اجريجيشن اوكي. فاني البرودكشن مالتها من البون مارو نورمال بس من اجتي ما لقيت الريسبتر اللي يوديها اللي تسوي عليه اجريجيشن. ف ليش لان اكو اميون رياكشن اللي هو اميون سوري اميون رياكشن اللي هو الاي جي جي اللي هو انتي بدي هذا فسوى لي يعني صار عندنا اعراض مال سوبرفيشال ميوكوكوتين سبليتنج اللي هو هاي قلنا هو تطلع من ديجيت خارج البرايمري ميكانيزم بالبليتلت. تي تي بي اللي هي يعني باختصار انه هو عندي رجال هو اكو خلل بالادم هي اسمه اي دي اي ام تي اس 13 هو في صحه ادم تي اس 13 تمام. هذا شي يسوي يحول لي الفي دبليو اف اللي قلنا البون والبراند فاكتور.
هو هذا المفروض ما يظن مولتيبل يعني، وهذا يكون مولتيبل يعني بشكل مختصر يعني حتى تفهموا اساسا، هو هذا المفروض يتحول الى مونومر، فما راح يتحول الى مونومر. فاذا ظل هيجي مولتيبل وكذا ايش راح يسوي؟ راح يسوي لي بليتليت كونسمشن. هاي الطريقه اللي يصير عندي ثرومبوسايت دوبنيه، يا اما خلل بالبرودكشن يا اما خلل بالكونسمشن. حكينا عنها زين. نان ثرومبوسايت دوبنيه باربرا اللي هي ما تكون تجيني من السنايا، تجيني من الفاكتيشيوس، يا ما تجيني من الكيميش لفظها فاكتيشيوس اي يعني في شيء مو طبيعي. اتش اس بي الفاسكولايتيس، بارا بروتينيميا، ستيرويدز، تمام. كل الاشياء تسبب لي نم ثرومبوسايتوبنيا بيربرا، يعني بيربرا سببها مو خلل بال انه عندي بليتليت كاونت قليل، يا ما شيء خوفه، يا ما فاسكولايتيس، يا ما ستيرويد ياخذ. ايديوباثيك ثرومبوسايتوبنيك بيربرا سبب مالت انه عندي انتي بودي ديجي على الجلوكوبروتين مال الممبرين مال البليتليت، فده تصير بري ماتشور. اوكي من المدى يخليها مجال انه هو تكبر وتعيش حياتها وهاي من هو بقت بري ماتشور راح ياخذها ويصير بها ريموفد باي ريتيكولار اندوثيلايال سيستم. هاي وين تكون عندي؟ تكون ويا عادة ويا maybe يعني ويا associated ويا connective tissue diseases ويا HIV ويا pregnancy ويا drugs. clinically هما ال TB idiopathic thrombocytopenic purpura يعتمدون على حسب درجة الثرومبوسايتوبنية اللي وين واصل. احنا قلنا spontaneous أقل من 20، risk intracranial إذا كان أقل من 10 نفس الحكي. شون يكون easy browsing، أوكي أقل شيء بس لازم يجي مثلاً إنجرح وشي epistaxis من الرج. هاي شو وقت هاي يعني يعتبروها مثلاً إنه يعني higher count على شيء يعني إنه البليتليت إحنا قسمناه مو ثلاث أقسام، مثلاً إذا أقل من 10 وإذا هو risk، مثلاً إذا spontaneous إذا أقل من 20، وإذا أكثر من 5 إذا كان higher count يعني مثلا أكثر من 20 بس أقل من 50 مثلا، ها هذا يكون easy browsing epistaxis منارج زين. وإذا كان أكثر من 50 هذا خلينا نقول حيقترب النورمال بس هو هم يكون accidental زين. تكون في ميال أكثر من 100 هاي اللي تكون idiopathic زين. قلنا عادة ما أدري هو قال تنتشر بالبريجننس اللي هي إديوباثيك، سببها إنه أنا عندي أنتيجين ده يجي يرتبط دائما سؤال في الأنتيجين إميونيتي في مية معرض لها يعني أوتو إميون ديزيزز دائما هي هاي معروفة قاعدة أو هيجي دائما هي دائما تصير معروفة إنه دائما تصير في مية أكثر من المية، فهو هذا تمام. هو أصلا قال يعني ضمن ال قال ضمن ال maybe associated يعني قال ضمن إنه ويا pregnancy وهذا هم منطقي لين يعني pregnancy يعني طفل وهي شوفت تكون معرضة لإيش سوالف الإميون ف pregnancy حتى نربط إنه هو بالفيميل أكثر زين. قلنا هو هم يمكن يجي connective tissue diseases هو من جاييني أصلاً، هو على أثرها هو صار عنده هذا ال ITP thrombocytopenia هاي وسبلين أوميجا لي عادة ما يجي يعني بس ممكن يعني هو نقول هذا يعزى إلى أنه عندها HIV وكذا فأحيص على نفسه بلين أوميجا لي زين. لاب انفستيكيشن راح ندسها على بلاد فيلم هم نشوف البليتلت قليلة تمام، هو أصلا ثرومبوسايتوبنيا. بون مورو احنا قلنا يا اما يكون قليل او تكون نورمال زين. هنا انا شنو ان الكونسامشن ده زاد، فلذلك احنا نلاحظها زايده يعني هو البرودكشن مالتها من الهاي نورمال قلنا او اصلا تكون طبيعيه، فيعني يا اما انكريز بالبون مارو البليتليت او تكون نورمال. بليتليت انتيبودي هذا يكون بوزيتيف طبعا، احنا قلنا اصلا هي خللها سوري سببها انه خلل بال
انتيبودي، انه هو انتيبودي يروح على الجلوكو بروتين مال الممبران مال البليتلتس. يكون هذا مثل ما قال الدكتور انه ليس سنسيتيف بط مورس بس بط مورس بس فيك، يعني مو كلش يعني نقدر نقطة هيجي، بس اذا يعني صار فهو 100% انه يطلع لازم عندي بوزيتيف ديفرنشال دايجنوستس، يا اما نعرف يعني يا اما ليوكيوت ليوكيميا، يا اما اذبح على البلاستيك انيميا، او اقول هذا اسوي ويا كونكتيف تيشو ديزيزز، يا اما الدي اي سي. زين طبعا هنا انا قصدي انه الاصابي مو يعني كونكتيف تيشو ديزيز بس، هي اظن اوتو ايمون ديزيز، بس شان قصدي انه هي هم ضمنها يعني الديفرنشال دايجنوستس انه يجيني كونكتيف تيشو ديزيز. زين هاي البلاتلت بال ايش اسمها البلاتفورم اللي في شكلها ايش مو هي شاي سوال في الباث، وبعد احنا نقرا مدسن مانجمنت اوف اي تي في هو نفس اللي باثك. اول شيء اذا كان شو كنت نعتبره ستيبل، اذا كانت مالت البلاتلت اكثر من 30 ما يحتاج له تريتمنت، الا اللهم كان يعني نحتاج ناخذ منه بايوبسي او يعني يريد يسوي عمليه، ولا هو اذا اكثر من 30 ما اعطي علاج. زين سبونتانيس بليدنج يسا اول شيء ستيبل، بعد سبونتانيس بليدنج شنطي اعطيه بريدنزولون اللي هو 27. زين اعطيه 1 ملي جرام بير 1 كي جي، يعني كل واحد جرام من واحد كيلوغرام من الجسم اعطيه 1 ملي جرام من البريدنزولون بير داي. زين قلنا اذا كان هذا اذا كان ستيبل او كان سبونتانيس، بس اذا كان ريلابس ارجع انطي الستيرويدز، بعد انطي ممكن الانتي بودي ريسبتر، يعني نقول اصلا يعني اسد السبرين، هو مو سبرين اللي يتحرش بيها خطيه ريتيكولا اندوثيل سيستم، مو هو اللي يسوي لها ريموفال، وهاي ابى خليه البنيه بريمتش وعاش حياته وهاي فسد الريسبتر مال الريتيكولا اندوثيل سيستم. زين نطي اميونوغلوبولين اي في، وهذول مال بوزيتيف والنيجاتيف هم نعرفها مال ار اتش. اذا كان لايف ثريتنينج فاسوي له بليتلت ترانسفيوشن، واذا رجع مره ريلابس اسوي له سبلين اوكتامين. 70% هم يصيرون زينين، 20 الى 50% يتحسنون بس مو كومبلي ريميشن، 5 الى 10% بعد يحتاجون علاج اكثر. فانطيهم لو دوز ستيرويدز، وانطيهم ميو سابلسف ثيرابي اللي هي سيكلو سبورين. زين هسه كملنا الكاونت وقلنا صار عندنا ثرومبوسايتوبنيا، هسه البليتليت فانكشن ديسوردرز، خلل بال كواليتي على قولتهم يعني خلل بال فانكشن. هسه اما اكوايرد تكون ومعدد الكوما الاسباب مالتها اللي تسبب لي خلل بالوظيفه مال البليتليت اللي هي تروجينيك، وعلى العلاج اتذكر لي اياها كنا نعرف الاسبرين ممكن يسوي لي بليدنج ويقلل لي ويسوي لي ديسفانكشن البليتليت، وكل واحدة ذاكر لي السبب مالتها وكل شيء مطلوب من عندنا حتى الدكتور مركز عليه، بس ذكر هي شيء علاجات. زين ياخذ انتي بايوتكس هوايه اللي هي بسيني مثلا سيفولاسبورين، هيبارين هيبرين، ناس تقول هيبرين ناس تقول هيبارين، هيبرين احلى. اي مهم سي ار اف اليوريميا، هذا سي ار اف هو طالب يعني نافيلا اللي هو دول شنو اللي احنا نعرف انه هو عندنا قلة في الار، يعني الويست برودكتس ما قاعد تطلع عندنا فيصير عنده يوريميا من عندنا. هو طبعا انا بحثت عنها ويقولون الكوز تل ذس مومنت يعني بعدهم يعني انون، يعني هو ما يعرفوا شنو ايش سبب انه هاي يوريميا قاعد تقلل لي من البليتلت، يعني او بدي اسوي لي بليتلت ديسفانكشن، بس ميبي يعني يقول لك انه هو يعني تقلل الادهيشن للفيزل وول، فيقول لك بما قاعد تقلل الادهيشن للفيزل وول فقاعد تسوي لي بليتلت ديسفانكشن. زين مايلوفايبروسيس بارا بروتينيميا كونكتيف تيشو ديزيزز كلها اكوايرد congenital causes هم داخل اللي هي ذني ثلاثة، هذا وهذا وهذا. زين هم حاجي عن المانجمنت مالته، اول واحد اللي هو جلانزمانز، جلانزمانز يكون سببها بالجلوكوبروتين اللي هي 11 بي و 111 اي. زين هذا
يكون عنده bleeding variable عادة يكون سيفير إذا كان كذانز ماس. فلذلك أصلاً هم بالمانجمنت مالتهم سووا لهم recombination وعطيهم factor 7 okay resistant bleeding in كذانز ماس، يعني ضر resistant resistance وعنطيه فهو يكون سيفير كذانز ماس. زين بيرنارد هذا يكون طبعاً هو هذا autosomal recessive وهذا هم autosomal recessive. فهذا البير انيرد يكون ديفكت بالواحد بي اوكي، يعني ما ادري حتى ما ننساها انه هذا بس بي، لان هذا بير نيرد هذا بي و اي 11 هاي ما ادري ترتبوها بس يعني انت ترتبيها بس هذا السيستم اللي واحد يعني بي يعني بير نيرد. زين خلل بالجرانيولز البليتلت الدنس جرانيولز مالتها، يعني هنا الديفكت هو ثلاث شغلات كونجنتال، يا اما جلانز ماس يا اما بيرنارد يا اما بالبليتلت جرانيولز الدنس جرانيولز ديفيشنسي بيها عندي. زين يقول هذا البي والسي تحسهم كيوت حبابين هيك يعني يكونوا مايلد بليدنج اوكي، واصلا هم ما يصير عندهم يعني وحتى المايلد بلينج هذا ما يصير عندهم الا اللهم يتعرضون اللي تروما او سيرجري، اما سبونتانيوس بلينج يعني نادرا ما يصير عندهم. دول منو بيرنارد والبليتليت جرانيولز الخالد بيهم. زين مانجمنت السيستم قلنا واحنا اصلا يعني ممكن شيء وهاي يعني ف جاست لوكال ميكانيكال برشا، او انطيهم هاي اول شيء، او انطيهم انتي فايبرولايتك اللي هي ترانكسيماب اوكي بليتليت ترانسفيوشن اذا كانت سيفير كيسز مثلا جلانز ماس وشي قلنا هو سيفير. زين وقلنا جلانز ماس هم انطيهم الكوتو فاكتورز اللي هو 7. زين هسه كملنا البليتليت كاونت والخلل بهم تكون الاعداد قليله ثرومبوسايتوبنيا، كملنا البليتليت ديسفانكشنز تكون كونجنتال او اكوايرد. هسه نجي على فيزل وول ابنورماليتيز واللي هي تسبب لي البليدنج، راح تكون يا اما هيريديتري اوكي اللي هي الاتش اتش اس عم هنجي عليها وحده وحده، اتش اتش تي اي دي دي اوستيوجينيسيس امبيرفكت، اما تكون انفلاماتوري متعرض لفايرال بكتيريال اسكولايتس تمام، او ابنورمال كولاجين انه عنده كان سينايا كبير او نو سكيرفي انه ستيرويدز ياخذ هوايه. زين او ميتابوليكس اوكي ميتابوليك اللي هي خلل بالليفر ديزيزز احنا نعرف يعني هسه نحمني يعني راح نجي عليها نشرحها. الرينال امال دوسز. زين الاذر اللي هي فاكتورز بارا بروتينيا دراكس لان هي بتسبب لي فيزل وول ابنورمالز. زين الهيرديتري اللي هو الاتش اتش تي قلنا عليه هذا اول شيء هو اوتوسومال دومينانت اوكي، اكو عندنا ميوتيشن كندا ممنوع هو انهرت الديزيزز، والميوتيشن ده صار عندي تصير عندي بالاندو جلين والاكتيفين ريسبتور اوكي الاندو جلين والاكتيفين ريسبتورز. من الشغلات اللي راح تبين عليهم اللي هم عندهم ترانكتيزيا هادشي سمول انيوريزمز هي هاي الصورة تكون على هاي لاني كنا مام نقدر نقول رؤوس سوداء بس هاي شلون رؤوس سوداء طلع ما ادري بس هنا راح حمراء لا هو هاي ترانكتيشيا والسمول نيوريزمز كنا ما هي شي بالفينجر تيبس هنا أنا هاي هنا أنا صارة هذا الفينجر تيبس هنا أنا هم هنا على اللسان. زين تكون على الليبس اسمها كشان سوري على الفيس ممكن على التانج مثل ما شفناها ليزر باست لانكس جي اي تي طبعا بالجي اي تي هم موجوده هاي اللي تكون بس وايدر اللي تكون شكل العنكبوت اذا كانت داخليه. زين وحتى هنا هي يعني بس كله كلش مو واضح بس المفروض تكون شكل العنكبوت. زين تكون بالادلت والبيشنتس اللي عندهم هي هذه الاتش اتش تي لازم عندهم هاي الاي في مالفورميشنز فهي هاي سيجنيفيكانت اذا اكو هذا الشيء معناها هذه ويعانون من بفتره وفتره يصير عندهم بارادوكسيكال امبوليزم ستروك او سيربال ابسيسس. زين ودائما ينسفون
بالساكسس او من الجي اي تي او من بالساكسس، فعلى اثرها راح يصير عندهم ايرن ديفيشن سي انيميا اعتبار لي سبب بليدنج. زين فالتريتمنت مالتهم كلهم اول شيء ايش قايل اول نيد هذا قلنا عليه بالمنري اي في مونفورميشنز، لان هم ذولا اكيد عندهم اوكي علاجهم صعب لان عندهم مالتيبل بليدنج سايتس، يعني كل مكان عندهم نزيف مثل ما شفنا. مايلد كاسس اذا كانت مايلد ما نحتاج علاج، نقدر مثلا هو لين عندهم مالتيبل بليدنج سايتس فما اقدر يعني كل مكان هيجي، فعالج هذا البليدنج اللي صار عندهم انطيهم ايرون، طبعا اللي صار عندهم ايرون ديفيشنسي هم اكيد انيميا، انطيهم انتي فيبريلايتكس، انطيهم استروجين، اسوي ليزر اذا كان لوكالي طبعا اوكي فور حتى فور بريفنشن، هم اكيد اذا راح يصير عندهم سنجل اذا كان سنجل ليجن اسوي له ليزر لوكالي، سنجل ليجن اسوي له ليزر فور بريفنشن. زين والاميون موديليتر يعني انطيهم انترفيرون الفا 2 اي وانطيهم الاباستي. اذا الاهلر دونالدز ديسيز هذا اللي اشفوا عالمين ديرماتولوجيست، واحد كان اسمه اهلرز والاخر دونالدز فسموه على اسمه، هو هذا كنا نعرفه انه تكون عندهم انه يكونون معطاطيين وهيك شيء، هو كونكتيف تيشو ديزيز يكون اوتوسومال دومينانت. فالتايب 3 كولاجين سبينا عنده بخلل زين، فيكونون على اساس بما انه الكولاجين مالتهم بخلل واحنا نعرف الفازل هون، فراح يصير عندهم بليدنج فراجايل بليدنج للفازل والاورجان ممبرين مو بس من الفازل اوكي بليدنج والاورجان رابتشر، احنا نعرف الكولاجين الموجود بكل مكان. ف وهايبر موبيليتي هاي هم معروفة يعني هم أهل دونر سنة زي أو ديزيز أوكي معروفة عندهم جوينت ما هايبر لين حيصير مطاطيين هم ناس مطاطيين أوكي. سكين تشينز والفيشيال أبيرنس أر تيبيكال هم إلهم، يعني خاصة من نشوف واحد قبل خلف هذا أهل دونر سنة. هذه الصور سكيرفي كنا نعرفه هو الفيتامين سي ديفيشنسي، هذا شنو هذا الافكت النورمال سينثيسيس اوف كولاجين. ف راح يصير عندي بروزي راح يصير عندي بيتيك نفس الفكره كولاجين مالتي قليل اوكي هي مورنج سوبر سبريوستي بليدنج هاي مال سكيربي اوكي هاي 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 اصابعهم هاي لان عندهم نقص من فيتامين سي. زين هسه ال HSP هذا الديزيز يكون عبارة هو اصلا يسموه يعني عنده اذر نيم حتى يسموه IgA vasculitis اوكي، ويكون اول شيء هنعرف عنه انه هو مور كومون بالتشيلدرن، وكل ما واحد يتقدم بالعمر تقل احتمالية انه يصاب بهذا الديزيز HSP. زين بعد شنو هو اول شيء احنا قلنا بما هو اسمه اصلا اي جي اي فاسكولايتس، ففكرت انه هو هذا الانتي بودي اللي هو الاي جي اي راح يصير بديبوزيشن بالبلاد فازل، وعلى اثره راح يصير عنده فاسكولايتس يعني رياكشن ويشي اوكي. قبلها شيء صار عندهم بريسيد باي ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، فيجون عندهم من انفلاميشن سوري انفكشن بالريسبيراتوري انفكشن وجون عندهم باسكول حدثنا جديد IgA deposition. زين الكلينيكالي هم شون يجون عندنا هاي الكلينيكالي كلها راح تكون على اساس انه هو شنو IgA deposition. شنو الكلينيكالي اول شيء قلنا بما انه راح يروح على الفزن راح يسوي لي باسكولايتس، بما انه يسوي لي باسكولايتس فراح يسوي لي بيربورا اوكي اكثر شيء تكون بالبوتوكس والليكس الليكس تمام. زين راح يصير عندنا كلوكي بين بطنه بها مغص وبليدنج هم نتيجة IgA deposition والفاسكولايتس، الارثرايتس نيز والانكلز هم نتيجة IgA deposition، النفرايتس هم
40% يعني راح يسووا، وحتى من نسوي لهم تحاليل تطلع عندهم ممكن كاتب 4 أسابيع، وحتى من نسوي لهم تحاليل حيصير يصعد عندهم اليوريا والكرياتينين. أوكي زين، دايجنوسيس يعني كلينيكالي ومبين عليهم يعني يجينا انتبه برو يجي زين، سوي لهم تشو بايوبسي هو دايجنوستيك مالته انه هو راح نلقى اي جي اي ديبوزيشن بالبلاد بالضبط من نسوي تشو بايوبسي. البروجنوسيس هو جود اذا اللهم يصير عنده هايبرتنشن رينال فيلر نفس السبب مال النفرايتس يعني هايبرتنشن اللي يصير عندي ماسكولايتس. اوكي البروتين يوريا هم نتيجة الرينال فيلر اكثر من 1 ملغرام سوري جرام باليوم. بعد شنو التريتمنت نون سبيسيفيك يعني اوكي على حسب الاعراض مالتهم اللي قاعده تطلع عندي. شوف مثلا قايل الستيرويدز اذا عندهم جوينت فنعطي مثلا البريدنزول او عنده الجي اي تي انفولفمنت يعني اميون سبريشن نعطي هي بريدنزول عاده يعطيهم والكوش مو واضحة هذه. وعندنا هم الأهل النفراتيس يعني إضافة أنه نعطيهم ستيرويد نعطيهم إميون سبريسيف ستراكس وياهم تمام. وشنو بعد أي هاي هو نفسه هذا الديزيزيس اللي هو الاتش اس بي زين. هذا يقول لك واحد راح تلقى واحد هذا قلنا بالبوتوك وبالليكس زين بالبابل تكون بالبابل بربرا هي يعني هيجي بي بالبابل بالبابل بربرا يعني بي بي هيجي اوكي ما صايرة على البوتوكس و شو اسمه زين ايش راح نلقى؟ راح نلقى الاي جي اي ديبوزيشن هاي قلنا اصلا زين. هنا بس اكو فكرة انه انه اني مو راح يصير عندي جي اي تي بليدنج وها اي فيها ابدومينال وبليدنج. فهذا جي اي تي بليدنج احنا نعرف راح يطلع على اساس ملينه وحتى نميز الملينه احنا انه هي ابر جي اي تي بليدنج ولا لور جي اي تي بليدنج. فهنا عن طريق الملينه مثلا تكون يا اما برايت يا اما تكون دارك الهيماتوريا احنا راح يطلع هم راح يصير عندهم هيماتوريا اللي راح يصير عندهم رينال فيلر اوكي وهم راح يصير عندهم بليدنج زين. فبس ايش انه الفكره انه ها انه قلنا ابدومنا يعني جي اي تي بليدنج يصير عندهم. فمن عندهم جي اي تي بليدنج انا اريد اعرف هذا ابر لو لور. الابر دائما يكون دارك ليش؟ لان راح يختلط راح يصير بميكس ويا الميكس ويا الاتش سي ال مال الاستومك تمام. فدائما يطلع دارك حتى اعرف هاي المنينه اللي هو بليدنج من الابر لو لور. دائما اللور ما عندي اسيد لا يطلع من الركتام انياس فيكون برايت برايت يعني احمر برايت والكان ابر جي اي تي بليدنج راح يكون دارك لين ميكس ويا ال اتش سي ال. فهنا راح يكون عندهم الميكس ويا ال اتش سي ال لان هو اصلا البليدنج دي يصير عندنا من الستومك مو ما يصير من جوا يعني الاي جي اي ديبوزيشن اللي يصير بالسمك ما يصير بالجوا فيطلع عندهم دارك ملينا. وهاي شكرا جزيلا.